إن الصراعات الموجودة ما بين القوى السياسية بشكل عام هي صراعات أشخاص وقيادات وليست صراع مكونات. هذا الأخوة في الإطار يقولون نحن نقاوم ونعمل من أجل حقوق مكون ولا نريد أن يفرط بحقوق مكون اللي هو المكون الشيعي. هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح ومجانب للحقيقة، لأن الإطار لم يخدم هذا المكون وإنما دمر هذا المكون. 40% أمية في الشمال في الجنوب والوسط، هناك المخدرات في الشمال في الوسط والجنوب أخذت تلتئم شبابنا. أنا لا أعتقد أن الأخوة في الإطار يجلسون فيما بينهم ويفكرون بيتامى الشيعة أو فقراء الشيعة أو أميي الشيعة، ولا أبدا، وإنما يفكرون كيف يحافظون على وجودهم. كذلك التيار الصدري، التيار الصدري لا يمكن له أن يدعي بأنه هو حمى المكون وخدم المكون، هو خدم تيار الآن اللي موجودة بالحكومة، مو شخصيات شيعية مستقلة وموجودة بفاصلهم. ليش تدعمهم أبو عمار؟ أيضا أنا أقول ليش تدعمهم وتقول على القوى الناشئة والأحزاب الصغيرة دعم أغلب الحكومة؟ ليش؟ جيد جيد جيد، أجاوبك أجاوبك، دا أحكي لك هاي بالمعادلة السياسية التي تخص القيادات. أما كواقع اجتماعي وواقع حي وواقع نابض، هذا الواقع يلعن هذه القيادات ويعتبرها قيادات خانة المكونات وخصوصا القيادات الشيعية. وإلا رئاسة الوزراء بديهم، وزارة النفط بديهم، وزارة الدفاع بديهم، وزارة الداخلية بديهم، مفاصل الدولة بديهم. يا ما تقول لي شتردون بعد أكثر من هذا.